السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من كنا صغار ما نعرف بس أديداس شركة عالمية متخصصة بالملابس الرياضية، وكانت ماركة وراعي رسمي لهواي قمصان، وبمرور الزمن طلعت الماركات هواي، وشوية شوية بينت الماركات بوما وكابا وباتة. لا، باتة هاي مالتنا، باتة كانت الصول والجول، جلود هم خوش ماركة، بلكي على عين الماركة نحصل بطولة جديدة للمنتخب الوطني العراقي اللي كل 10 سنوات يهدي له وحدة وينام نومة أهل الكهف. من 2007 واليومنا هذا ماكو إنجاز على قولة أهلنا نامت عليه طابوقة. شوفوا لكم شارة حل، ما دام البطولات هواي بلكي ناخذ بطولة هاي السنة وتفرحونا، وبطريقكم أو بطريقتكم تشوفونا ماركة عالمية عليها العين، حتى لو الماركة عراقية أقلها أن نقول مرقتنا على زياجنا. الخطوط الجوية العراقية وعلى غرار طيران الإمارات الراعي الرسمي لنادي أرسنال ونادي الريال، برتقال ديالة معروف عندنا أكثر من جيفوفو، وبصراحة لو تخلون القمصان المنتخب الوطني العراقي بدون رعاية لو تجيبون شركة معروفة. أهلا بكم بعد هذا الفاصل. اهلا بكم مشاهدينا الكرام من جديد. قلت لكم بيها صالح جيبوبا عينها خضراء ما شاء الله، اي واحد يتكلم عليها راح يصير حاله مثل حال حديث الملاعب، ينقطع البث وحتى الاشاره. الله يستر من بدايتها، اول ما تحدثنا انقطعت الاشاره، وخافوا الاشاره مال المنتخب الوطني العراقي تنقطع في تصفيات كاس العالم. احنا نتمنى تكون الاشاره خير للعراق وخطره على المنتخبات اللي راح نقابلها في تصفيات كأس العالم القادمة. مثل ما يعرف الجميع احنا بالصف او بالمستوى الثاني في التصفيات، وراح نقابل المنتخبات الكبيرة في قارة آسيا. ان شاء الله تكون جيفوفا وجه خير على اسود الرافدين. نرجع ونقول انه اليوم اتحاد كرة القدم، الموضوع اللي كنا نتحدث به انه اليوم تعاقد، مثل ما تشوفون هذه اللقطات امامكم، تعاقد مع شركه جيفوفا الايطاليه اللي يمثلها الاخ عادل غفوري في العراق. تحديدا مقر هذه الشركه هي في محافظه البصره، ما تمتلك مقر في بغداد. هذه الشركه حسب المعلومات انه الاتحاد العراقي لكره القدم انه راح ذهب إلى إيطاليا عن طريق راح نعرض صور بعد قليل مهمة أيضا وحصرية، أنه عن طريق الأخ علي الأسدي وأيضا يحيى صغير أعضاء اتحاد كرة القدم والكابتن باسل جورجيس، وراحوا إلى إيطاليا وشاهدوا النماذج، وعلى أثر هذه النماذج والخامة أنه تعاقدوا. لكن الغريب في الأمر أنه اتحاد كرة القدم، كل الاتحادات بالعالم، كل الاتحادات بالعالم انه عندما تتعاقد مع شركه لرعايه المنتخب الوطني العراقي الها، كل الاتحادات احنا مراقبيها تسوي كرنفال وحفل وتدعي القنوات الفضائيه انه تتواجد، لان هذا يعتبر منجز. اتحاد كره القدم اليوم شفته خجول جدا بالتعاقد مع هذه الشركه، او شلون نقدر نقول مستحي بالتعاقد مع هذه الشركة. يعني لما توقيع كتاب اليوم الأستاذ علي رياح اللي تكلمنا به في بداية الأمر، ذكرى وذاكرة للأستاذ الكبير مؤيد البدري، ما كان الإعلام يعرف أنه اليوم أكو توقيع عقد بين اتحاد كرة القدم، رغم أنه هذه الخطوة موفقة للاتحاد، لأن خلصنا نقدر نقول من
جاكو اللي جاكو يسمعها انه هي ألمانية ايضا وجيفوفا إيطالية، بس البعض من الجماعة اللي موجودين يقول لك كانوا يفصلون جاكو بحافظ القاضي. نتمنى طبعا هذا مو اللي احنا نتحدث به، هذا كلام يعني مدربين منتخبات الوطنية السابقين اللي قالوا انه جاكو ماركة رديئة جدا ومن الصف الثالث. جيفوفا هذه الماركة اللي تعاقد وياها المنتخب الوطني العراقي لكرة القدم اللي حصلنا على الديزاينات الخاصة للمنتخب الوطني العراقي لأسود الرافدين، راح نشاهد هذه الديزاينات الخاصة بالمنتخب الوطني العراقي اللي راح يلبسها بالتصفيات. هذه الموافقة الأولية لدريسات المنتخب الوطني العراقي لتيشيرتات اللعب اللي راح يرتديها لاعبونا في التصفيات، أكو بعض التعديلات عليها، لكن هذه الدريسات وهذا الديزاين أسود الرافدين راح يدشن أول بطولة بجيفوفا في بطولة غرب آسيا اللي راح تحتضنها أربيل وكربلاء. طبعا هذه الديزاينات المقترحة من قبل الشركة إلى الاتحاد العراقي وحصلت الموافقة. أكو صور شباب يا ريت تطونا إياها أيضا، أنه أعضاء الاتحاد ذهبوا إلى إيطاليا إلى مقر الشركة، السيد علي الأسدي مثل ما قلت والسيد يحيى صغير أعضاء اتحاد كرة القدم برفقة أنه الكابتن باسل غورغيس. الشيء المستغرب أنه رئيس لجنة التسويق بالاتحاد العراقي لكرة القدم عضو الاتحاد السيد إحسان الرزيرجاوي ماكو لا تصريح لا تواجد بهذا الموضوع، وكأنما هذه اللجنة مغيبة تماما ما لها علاقة، الاتحاد في وادي وهذه اللجنة في وادي آخر، مع العلم أنه هذه اللجنة هي أهم لجنة للاتحاد العراقي. تعرفون ليش؟ لأن هذه اللجنة هي تجيب الإنكم الفلوس والأموال للاتحاد العراقي، يعني ما تخليك تحتاج بعد الدولة مثل ما جاي يصير الآن أنه الاتحاد العراقي يروح إلى وزارة الشباب والرياضة وينتظر وكتابنا وكتابكم وبلكي تطونا فلوس. لا، هذه اللجنة لو مشتغلة صح اليوم أنا ما أحتاج أحد، أعتمد على نفسي وعلى أموالي وأقولكم في مال الله وأنا صاحب القرار وما محتاج من عندكم غير بس الدعم اللوجستي. الغريب أيضا بهذا الموضوع الشخص المسؤول ومهندس الصفقة لجيفوفا مع المنتخب الوطني العراقي السيد علي الأسدي، لأن هو كان رئيس اللجنة الصور لدراسة عروض الشركات وظهرنا في أكثر من تصريح تلفزيوني وقال راح نتعاقد مع شركات عالمية أديداس ونايك وبوما وكثير من هذه الشركات وإحنا بصدد رايحين على الشركات العالمية، لكن في نهاية المطاف تعاقدنا مع جيفوفا اللي أمطت للمنتخب الوطني العراقي تجهيز مجاني بقيمة 235 ألف دولار أو 250 ألف دولار، وأيضا أنه هذه التجهيزات راح تكون مجانية وبكواليتي عالي، كواليتي ذات المنشأ الإيطالي. وأيضا أتمنى أنه فعلا أنه الاتحاد يكون حازم بموضوع التعاقدات مع الشركات الراعية للمنتخب الوطني العراقي. مثل ما أشرنا قلنا مهندس صفقة جيفوفا والمسؤول المباشر عن التعاقد مع الشركة الإيطالية عضو اتحاد كرة القدم السيد علي الأسدي والأخ يحيى صغير، اللي وأيضا تواجد السيد أو الكابتن باسل غورغيس هو بصفة مترجم وأيضا مدير الفريق حتى يشوف نوعية الدريس اللي تنتجه هذه الشركة، وأيضا ينطيهم القياسات الخاصة بالمعمول بها من الاتحاد الدولي وأيضا الاتحاد الآسيوي، لأن تعرفون هذا الشعار في كل بطولة يختلف نوع الشعار وحجم الشعار. هذه الصور الحصرية لبرنامج حديث الملاعب وأيضا الصور الديزاينات المهمة للمنتخب الوطني العراقي. يعني بالتأكيد اليوم عندنا كثير من التفاصيل، كثير من الأمور راح نتحدث بها. عندنا تصريح مهم لرئيس لجنة المسابقات والنائب
الثاني لاتحاد كرة القدم، تحدث لبرنامج حديث الملاعب بكلام مهم جدا. قبل لا يعني تحدث بجزئيتين مهمة، كاتانيتش يبقى في حال تواجد الأموال، والاتحاد العراقي راح يغلق أبوابه في حال تعرض أي لاعب لمنع من السفر. هذا التصريح للسيد علي جبار، نتابع وإن تعقيب علي. مع وزير الشباب والرياضة من أجل إيجاد حلول مالية لنشاطات المنتخبات الوطنية بصورة عامة، ولكن عدتم إلى نقطة البداية بدون حل. نعم، بالتأكيد صارت أكثر من جلسة، وأنا كنت حاضر في جميع الجلسات اللي حدثت بين الاتحاد العراقي المركزي وبين معالي وزير الشباب والرياضة. الحقيقة يعني جواب معالي وزير الشباب والرياضة أنه يصطدم بالقوانين، يصطدم باللجنة، في بعض اللجنة فيها ناس قانونيين وفيها ناس يعني بالتدقيق بجانب التدقيق جانب الحسابات، ولهذا يعني ما يقدر يتدخل اكثر في هذا الموضوع. يعني وصلت لنا تسريبات من داخل اللجنه او من بعض الاخوان اللي كانوا حاضرين انه معالي وزير الشباب والرياضه يضغط على اللجنه في سبيل يعني تسهيل مهمه الاتحاد، تسهيل مهمه المنتخبات. لكن لحد الان مثل ما تعرف الامر يعني انا اشوفه بنوع من الصعوبه، صعوبه كبيره جدا. اصعب من ذلك والموضوع الاهم من ذلك هو موضوع المدرب. مثل ما تعرف المدرب يعني سيلفوني كاتانيتش هذا راح يخلص عقده في بدايه ايلول، وبالتالي احنا في بدايه ايلول راح تكون تصفيات كاس العالم. يعني اذا ما نقدر نوفر له مبلغ العقد اللي العام الماضي وفرت الحكومه، بالتاكيد المدرب راح يغادر وراح يترك المنتخب. وكل انسان عنده مقدار من القابليه، مقدار من التحمل، مقدار من الصبر، لكن اذا شو من هسه المتحدث الصعوبات يعني تعبرني ابدا. يعني صعوبات كبيرة جدا، صعوبات يمكن لو كانت على الغير لا الله شاهد يقفل باب الاتحاد ويغلق. بوكم بوقف النشاط حتى ممكن تكون رسالة قوية للحكومة العراقية بصورة عامة؟ يعني انا مو مع هذا الحل. يعني احنا ولد بلد، يعني يفترض ان يعني نطرق كل الابواب، يعني يفترض ان نروح لكل الحلول، وبالتالي من نحس انه خلاص الحل لابد منه بالتاكيد نروح على هذا الحل. يعني انت بالاساس هو يعني هسه لو يعني اتحاد عراقي غير هذا الاتحاد الله شاهد يوقفه. لو كان اتحاد عراقي غير هذا الاتحاد ابدا ما يصبر نهائيا وما يتحمل نهائيا. لان انت اليوم يعني انا احكي لك بالمفرده البسيطه، ما كل يوم واحد يخسر من جيبه، احنا قاعد نخسر من جيبه. ما كل يوم واحد يدفع اجور الفندق من جيبه، لا قاعد ندفع من جيبنا. وانا من رحت للجنه والتقيت بالاخ من مدير الدار القانونيه الشيخ اكرم، قلت له ليش ما مشي رواتب الموظفين؟ قال متعطلين على يكون رئيس واعضاء الاتحاد. قلت له الغيهم ابدا. قلت له ما ناخذ ابدا دينار من الان اللجنه الخماسيه اذا اللجنه الخماسيه تقول انه انتم اللي تاخذون هاي المخصصات والاطعام غير قانونيه، ولهذا قلت له ابدا هذا الموضوع لا تفكر به. ابدا الغي موضوع ال 72 اسم، هذا سوى يعني جدل كبير بالوسط الرياضي، وعندي معلومه بانه خلال يومين الماضيين كان هناك لك جلسه في هيئه النزاهه بهذا الموضوع. يعني انا للاسف انا يمكن اول بلد الاحظ العراق يتحدثون على ابنائهم، يتحدثون على يعني على لاعبين، كل ما في الامر انه النزاهه رادت الجناسي مال اللاعبين. هسه حتى لو فرضنا اكو موضوع يعني معقوله نتناوله احنا؟ معقوله نتحدث به؟ نتكلم عن كقناه اعلاميه تحدثنا من الموضوع، اكدنا على انه هناك كتاب من النزاهه يفيد باشكالات اداريه، يعني بعيدا عن مساله التزوير. هذا الطعن اللي قاعد يحدث من البعض، هذا التشهير اللي قاعد يحدث من البعض، هذا ابدا ما مقبول. الله شاهد شعره اذا تروح من لاعب ماكو كره قدم. وانا المتحدث علي جبار، شعر اذا تروح الان اذا بكره اي لاعب يحدث عليه اي امر هذا الباب اقفله بيدي انا. اذا هذا الكلام للسيد علي جبار النائب الثاني لرئيس اتحاد كره القدم. بالنسبه احنا تعاملنا مع الكتاب بمنتهى الشفافيه. كتاب من النزاهه طالع للاتحاد العراقي يسال عن اجراءات اداريه، وتناولنا هذا الموضوع. طيب الكثير من الكلام اذا احنا نتحدث بالاجراءات الاداريه للاعبين، سبق وان قلت انه الاجراءات الاداريه تكون خطا باسم الاب، خطا بالتولد، خطا
يعني المحافظات هذا من خلال كلام السيد علي جبار، وإلا النزاهة اليوم ليش تطلب بكتاب رسمي من اتحاد كرة القدم الجناسي الخاصة بالاثنين وسبعين اسم اللي عندهم مشكلة إدارية؟ هذا اللي أنا أتحدث عنه، وتناولنا الموضوع بكل شفافية للأمانة. لا حكينا إنه هذول اللاعبين لازم يتعاقبون أبداً، إحنا مع اللاعبين، اللاعبين عبروا مرحلة وصلوا للمنتخب الوطني العراقي، انتهى، هذه خطوة عبرناها، وإحنا نضم صوتنا إلى صوت الاتحاد العراقي من أجل حل هذا الموضوع، لأن إحنا ما نقبل إنه لاعبنا يتأثر ويتخذون تتخذ الدولة بحقه إجراءات إدارية. هذه غلطة، المهم نستفيد من أخطائنا حتى بالمستقبل ما يصير عندنا الخلل اللي صار الآن في منتخبات الناشئين والشباب والأولمبي. خلاص اللاعبين اليوم اللي متواجدين بالمنتخب الوطني العراقي، أطالب بصوت عالي بحل هذه الأزمة بعيداً عن المشاكل، لأن المنتخب الوطني العراقي مقبل على تصفيات كأس العالم. المشاكل أيضاً مستمرة مع اتحاد كرة القدم، الأزمة المالية تعصف باتحاد كرة القدم، والتصريح واضح للسيد علي جبار، قال كاتنيتش استمراره من عدمه بالأموال. اليوم احنا نحكي بصوت عالي، ان صوت عالي اليوم الحكومة العراقية لازم تفصل عملها ويا اتحاد كرة القدم، لازم توفر الأموال، لأن اتحاد كرة القدم هو الواجهة الحقيقية للبلد. صح عندنا خلافات ما متفقين، لكن الأيام جاي تقرب، احنا نتحدث بالإيجابيات والسلبيات. اليوم كاتنيتش لازم يجدد عقده في شهر 9، إذا ما جدد عقده راح ينفسخ العقد، راح ندخل في مشكلة أخرى ودوامة أخرى، يا المدرب المحلي يا المدرب الأجنبي يا الفلوس، هذه كلها مشاكل. وأنا أتذكر أكو اجتماع كان مع الدكتور حيدر العبادي سابقا، ومن كان رئيس وزراء، وقال لهم راح أوسع لكم الميزانية وجيبوا عقد المدرب موجود، وأيضا تجدد هذا الطلب من التقوا مع الدكتور عادل عبد المهدي عند ما تأهل المنتخب الأولمبي إلى نهائيات آسيا، وقال لهم الأموال تجيكم وتدللون، لكن الظاهر حكومتنا بطيئة جدا في هذه الأمور، ويتعاملون بحذر جدا مع الاتحادات بخاصية الأموال. يا أخوان طونا الأموال حتى نعرف رأسنا وين، ومثل ما نقول رجلينا وين. التصريح اللي بعده الاستقالة، استقالة عضو لجنة التراخيص السيد منعم جابر اللي اليوم استقال رسميا من لجنة اليوم تمت الموافقة أتصور، أو بعده أو دخلت ضمن اجتماع اتحاد كرة القدم، لأن هو مقدمها بتاريخ 9/6/2019. هذه استقالة رسمية، ومسبب أنه أسباب الاستقالة لأن أنه أكو عدم اهتمام من قبل الاتحاد العراقي لكرة القدم بلجنة التراخيص، وعلى هذا الأساس استقال من اللجنة. أنا حيي الأستاذ منعم جابر، لأن لا يمكن اليوم أنه تكون ديكور في اتحاد كرة القدم. أكو بعض الشخصيات موجودين ديكور شواخص، أنا أحكي بالطوبة لأن هو اتحاد كرة القدم ويعرفون الفنين. بعض الشخصيات باتحاد كرة القدم شواخص موجودين وصايرين أتباع وينقلون حكي غير صحيح، هذولة خلي يبتعدون شوية، لأن إنه اليوم اللي ما عنده عمل حقيقي وما يقدر يخدم الكرة العراقية أو يحس بروحه عنده عطاء وهو مهمش، يقدم استقالته مثل ما تقدم بها السيد منعم جابر. ونسمع التصريح التالي أيضا للسيد منعم جابر. بدأت السنة الثانية مرتبكة،
بدأت من حيث نوعية أعضاء اللجنة ضعف كبير، من حيث قيادة اللجنة أيضا مرت بظروف وتبديلات كثيرة، وابتعد كل أعضاء اللجنة السابقة وبقيت أنا وحيد في اللجنة الجديدة. اللجنة لم تكن بالمستوى المطلوب وقيادتها لم تكن بالمستوى، ذلك لعدم وجود رغبة جدية للاتحاد بأن يشكل هذه اللجنة لخدمة الكرة العراقية. على هذا الأساس بعد أن يئست أنا وشفت ماكو حل، قد تقدمت بشكل هادي باستقالتي. والحقيقة لو لم تكن أنت مشاكسا قويا ولك الرغبة بأن تبحث عن الجذور ما انطيتك أي معلومة، ولكني وجدتك متحمسا لهذا. طبعا هي أستاذ أكيد خسارة أنه تقدم استقالة من هذه اللجنة، ولكن الوسط الرياضي خلينا نقول الأغلبية يحملكم مسؤولية منح الرخصة لبعض الأندية التي لا تمتلك أبسط مقومات الرخصة. أنا شخصيا إن تسألني عن الحقيقة أقول أن كل الأندية العراقية غير مهيئة للترخيص، كل الأندية أكررها كل الأندية العراقية، ولكن التعليمات الآسيوية وتعليمات وبعض التوجيهات الاتحادية أنه إحنا نأخذ الحد الأدنى، وكنا متفقين أن نرخص ما لا يزيد عن 6 أو 7 أندية، ولكن هناك ضغوطات، وسبب الضغوطات أن الاتحاد العراقي لكرة القدم يفكر بهيئته العامة ويحاول أن يرضي الهيئة العامة لأنها ستصوت له، وفعلا صوتت له في الانتخابات. طبعا عندنا كثير من المتابعات، لكن ادخل من هذه المتابعه حتى اخذ الاراء المهمه مع ضيفي المتواجد في الاستوديو الصحفي الرياضي الاستاذ يوسف فعل. اهلا وسهلا بك في برنامج حديث الملاعب. اهلا وسهلا استاذ عمر، تحياتي لجميع مشاهدي قناه الرشيد الغاليه، تحياتي لجميع العاملين في هذا البرنامج المميز على الرغم من قصر عمره، لكن يترك بصمات مؤثره في الشارع والوسط الرياضي. وانا اقول للاستاذ منعم ماهر حسان ليس مشاكس فقط، بل هو الماهر المبدع في كثير من المواقف والطروحات الرياضيه، ويعرف كيف يستخلص المعلومه التي تنفع المشاهد. شنو رايك بتصريح استاذ منعم جابر؟ منعم جابر واستقالته. منعم جابر قال الحق متاخرا، كنت اتوقع من منعم جابر أن يقدم الاستقالة قبل هذا الوقت. إحنا لا نريد لمثل هذه الشخصيات أن تبقى يعني خارج فعالية العمل. كل اللجان العاملة في اتحاد كرة القدم ما هي إلا ألعوبة لدى أعضاء اتحاد كرة القدم، وأغلب القرارات تدس لهم بأوراق وتتلى من قبل رئيس اللجنة ثم يتم الموافقة عليها. وهذه واحدة من أكبر سلبيات اتحاد كرة القدم، وهذه مأخوذة على بقية اللجان العاملة يعني في اتحاد كرة القدم. يعني تأكد كلامي أنه أكو بعض الشخصيات شخوص وديكور في اتحاد كرة القدم، أرقام بدون عمل، بدون فعالية، بدون طرح، بدون إيجابية في التعامل مع الأحداث الرياضية، وهم دائما يكونون بمستوى الموافقة ومن دون طرح آراءهم بقوة الإقناع، بطرح بحسب خبرتهم. لذلك منعم جابر بما عرف منه من روح ثورية بتطلعات إيجابية، محب مخلص لعمله، تأخر كثيرا في عملية تقديم الاستقالة من لجنة التراخيص، لأن هناك فرق كبير بين عمل لجنة التراخيص وما يحمله منعم جابر، وكذلك من اتحاد كرة القدم الذي يفرض ويملي الشروط بما يريد حسب مزاجه وحسب أهوائه وحسب القضايا الانتخابية. طيب جميل، حسب القضايا الانتخابية. من هذا نهاية هذا الكلام المهم، يعني أنت تأيد ما قال الأستاذ منعم جابر أنه كل الأندية غير مؤهلة ودخلوهم من أجل الأصوات في الهيئة العامة؟ هذا جانب. طبعا كل الأمور ما يحدث في اتحاد كرة القدم هو عبارة عن محطة من أجل الانتخابات، سواء لجنة المسابقات، إطالة الدوري، بقاء الدوري لحد الآن
في المنافسات، لعب المباريات بدرجة حرارة عالية، تأجيل المباراة حسب مزاج الأندية. الأندية ماذا تريد من اتحاد كرة القدم؟ اتحاد كرة القدم أمرا وطاعة يستجيب لهذه الرغبات، ليس من أجل تطوير اللعبة ولا منفعة كرة القدم العراقية، وإنما القضية انتخابية. هناك صراع شرس الآن، هل تعاد الانتخابات أم محكمة كاس ستمضي ببقاء الاتحاد؟ لابد أن تكون هناك نوع من المجاملة من قبل اتحاد كرة القدم لأعضاء الهيئة العامة من أجل كسب المزيد من الأصوات، لكي تكون جدار وسيف بتار لتطلعات عدنان درجال فيما لو تم إعادة الانتخابات. هو هذا المشهد الكروي الذي أثر حتى على المسابقة على المنتخب الوطني. اتحاد كرة القدم مشغول بصراعات الداخلية بما قال عدنان وكتلة فلان من دون البحث عن أمور تنفع وتطور من إيقاع الدورينة أو تطور وتنفع المنتخب الوطني على أقل التقادير. لابد أن يكون لاتحاد كرة القدم هدف سامي، هدف مهم جدا يرسم، ثم تضع الخطط من أجل تطبيقه، اللي هو الوصول إلى نهائيات كأس العالم المقبلة، مونديال الدوحة. لابد هي هذه أن تكون الخطوة لاتحاد كرة القدم ويعمل عليها. شلون يعمل عليها إذا إلى الآن تصريح السيد علي جبار واضح، قال إحنا ما نعرف المدرب باقي لو ما باقي، الحد الآن الأموال من الحكومة ما جايتنا حتى نقدر نجدد عقده. هذا كله يعطيك انه الاتحاد في ربكه، اموال ماكو. اليوم انت اخليك مكان اتحاد كره القدم وسلمك زمام الامور وما عندك فلوس واشد ايدك واقول لك اشتغل، شلون تشتغل استاذ يوسف؟ لا، هي مع اتحاد كره القدم الامور تختلف. شلون؟ لان اتحاد كره القدم ليس مثل بقيه الاتحادات في نظر الحكومه، في نظر البرلمان، الجمهور، الاعلام، الشارع الرياضي، كله له خصوصيه لان هو مرتبط بالمنتخب الوطني. واحنا مثل ما نعرف المنتخب الوطني لديه محبه ومعزه خاصه لجمهورنا وشعبنا الحبيب. لذلك عندما اتحاد كره القدم يضع الهدف الاعلى ويضع الخطوات ويشتغل على هذا الأساس من دون الانشغال ببقية الأمور، ويذهب بالاتجاه بالضغط على الحكومة على البرلمان من أجل استخلاص الأموال لتأمين عقد كاتانيتش، وبالتالي مثل يمكن من طرق الأبواب يحصل على نتيجة، لأن لا يمكن لا وزير الشباب يقدر يوقف أمام اتحاد كرة القدم ولا البرلمان بقوته ما يقدر يوقف قدام اتحاد كرة القدم، ليس هو أقوى منه، ولكن هذه اللعبة هي اللعبة الشعبية الأولى، والناس تنتظر شنو الخطوات لتأمين مستقبل المنتخب الوطني. القضية كلما ترتبط كرة القدم وبالمنتخب الوطني، اتحاد كرة القدم في أي معركة داخلية يفوز بها، بس يراد لهم عمل، يراد لهم حركة، يراد لهم أفكار جديدة. زين، اليوم أنت كصحفي ومتابع رياضي وناقد رياضي، كيف تستقرأ عقد جيفوفا مع الاتحاد العراقي لكرة القدم اللي تم اليوم يعني احنا كنا متواجدين اليوم على متوقع الكتاب، بس اسالك انت تعرف اليوم الاتحاد راح يوقع ويا جيفوفا؟ لا، هاي وحده من يعني الهفوات، يعني منتخب بحجم منتخب الوطني اسود الرافدين يحظى بمتابعه شعبيه داخليه واسعه وتغطيه عربيه كبيره جدا، لاعبين اصبحوا بمستوى فني عالي، يلعبون في دوريات أوروبية ومختلفة، هذا كله لازم يساهم في عملية التسويق والترويج. ولكن من هي لجنة التسويق في اتحاد كرة القدم؟ احنا نعرف بس الرئيس السيد احسان الرزيرجاوي. مو هو ما حاضر، اللي راح واللي شارك واللي اجرى المباحثات علي الاسدي و يحيى صغير، شنو دخلهم بعملية التسويق يعني
والاستثمار مو رئيس اللجنه ليش ما قام يقول رئيس اللجنه انا ما بدي شيء اسوي، جيت لقيت كل شيء مخربط والوضعيه مو صحيحه. صار له اكثر من سنه والوضع مخربط، شو وقت راح يصحح الوضع؟ شنو هي الافكار اللي يريد يقدمها لتصحيح الوضع؟ يعني هو كانت اغلى امنياته ان يكون عضو باتحاد كره القدم، احنا الان نريد لنا عضو فاعل، عضو مؤثر. ما عندنا اعضاء فعالين في اتحاد كرة القدم؟ قلة قليلة. من هم الاعضاء الفعالين اللي يحملون تطلعات، فكر واسع، يقدرون يقودون الكرة العراقية لقادم الايام مع تشكيلة جيدة؟ هسه احنا ما نقول تطلعات، اكو فرق بين المؤثرين والتطلعات، التطلعات بصراحة قليلة، والأفكار اللي نشوفها في هذا الموسم في هذا الاتحاد هي استنساخ للتجارب السابقة، وبالتالي ما حصدنا منها أي شيء. بس المؤثرين عبد الخالق مسعود، علي جبار، كامل صغير مؤثر جدا. أما بقية الأعضاء مؤثرين بشنو؟ مؤثرين بالقرار. احنا الآن نريد التأثير بالأفكار، اكو فرق بين شو اسوي بمؤثر وما نقدر نصعد الكأس العالم. هو هذا احنا نريد من اتحاد كرة القدم يقول الهدف مالي، احنا نريد هذا يطلع. زين هسه انت ما جاوبتني على جيفوفا، شنو رايك بالتعاقد وياه؟ انا قلت هفوة، والمنتخب الوطني يستحق شركة للملابس ارقى واعلى شأنا وسمعة عالمية من هذه الشركة. هاي الشركة راعية المنتخب الفرنزاوي اللي يلعب كوبا امريكا، شاهدنا. احنا ليش نباوع المنتخب الفنزويلي؟ ليش ما نباوع على بقيه المنتخبات؟ سوريا هم ويانا على الخط هسه راح يتوقع ويجيبوا فلسطين. ليش دائما احنا نريد ننظر الى الافضل الى الاحسن؟ ليش احنا دائما نبحث عن الزوايا المظلمه؟ ليش احنا ما نريد الافضل؟ لا عندنا لا يعني نقص سمعه، وحتى في المحيط العربي المنتخب العراقي منتخب ممتاز في قارة آسيا أيضا له تأثير، وبالتالي مثل هذه الشركات ما راح تقدم شيء للمنتخب الوطني، بل المنتخب الوطني سيقدم لهذه الشركة الكثير وسيساهم في إعلاء شأنها في بورصة الشركات. طيب كثير من يعني هسه احنا يتهمونا يقولون يا ابا انتم بس تطلعون مشاكل، بس والله احنا قاعدين وهي المشكلة تجينا، يعني احنا شنو اللي نسوي؟ رياضتنا عبارة عن مشاكل كبيرة. اليوم اتحاد كرة القدم اجتمع مع أو اجتماع كان خاص للجنة الانضباط وقرر عدة قرارات مهمة على ضوء الأحداث الأخيرة للكلاسيكو وأحداث الدور الماضي. هذه المشاكل اللي نشاهدها في الدور العراقي ألقت بظلالها اليوم على حرمان كثير من اللاعبين وأيضا حرمان مشجعين. المستغرب بهذا الموضوع أنه طبعا هذه القرارات من الصفحة الخاصة عن طريق معد البرنامج زميلنا ماهر حسان اللي انفرد بهذه القرارات الخاصة للجنة الانضباط. الشيء اللي احنا نستغربه ونسأل عنه، رئيس لجنة الانضباط وين؟ كان موجود بالقرارات لو لا؟ السؤال موجه إلى السيد عبد الحسين الدراجي، شلون تتم مصادقة القرارات دون الرجوع إلى رئيس لجنة الانضباط وبغياب عضوين من لجنة الانضباط؟ أستاذ يوسف شنو رأيك؟ الرئيس غايب وأعضاء اثنين من اللجنة غايبين وظهرت هذه العقوبات. يعني في هذا الموسم عمل لجنة الانضباط متخبط مربك، عملهم ما استطاعوا بصراحة من إيصال مباريات الدوري إلى بر الأمان بسبب التأخر في إصدار العقوبات، هناك مجاملات، هناك تطيب خواطر، كثير من الأمور حدثت، وبالتالي شاهدنا وسمعنا هتافات ما كانت لازم تصدر من جمهورنا الراقي المحيب، خاصة بأن أغلب دول الجوار تحسدنا على هذا الجمهور المميز. الجمهور العراقي لديه ميزة تختلف عن البقية، جمهور واعي يحب كرة القدم، وحتى الفريق الضيف أو المنتخب الزائر المنافس يجد في عندما يلعب أمام المنتخب العراقي يشعر بالمتعة، لأن الجمهور ليس لديه العدوانية أو لا يهتف ضد هذا
الجمهور وبالتالي على لجنة الانضباط كانت عليها أن من البداية أن توزع شروطها وآلية عملها وفق فقرات متفق عليها وتوزع إلى الأندية حتى كل لاعب يتجاوز كل جمهور. اليوم هي لجنة الانضباط من أهم اللجان الموجودة في اتحاد كرة القدم. اليوم شلون تستقرع عندما يعني هذه اللجنة تصدر قرارات وبعدين تتراجع عن هذه القرارات؟ أستاذ عمر، ما كل لجنة مهمة في اتحاد كرة القدم. اتحاد كرة القدم هو المهم. اتحاد كرة القدم هو من يسير اللجان، وليس اللجان هي من ترفع التوصيات. هاي اللجنة مستقلة ما بها عضو اتحاد. لا توجد استقلالية في عمل اللجان، ولجنة الانضباط واحدة من عدها. لجنة الانضباط كل ما هنالك هي مرسومة لها سياسة، هو صحيح يقولون مستقلة ولكن تساير السياسة المرسومة لها. شنو سكة السياسة؟ سكة مع القطار ما يقدرون يطلعون خارجها، لأن إذا طلع خارج هاي مثل ما تعرف مثل ما صار مع طه عبد حلاته وتم إبعاده عن القضية. لذلك فاتحاد كرة القدم هو قابض بإيده على اللجان، ما منطيها فرصة لا للعمل ولا من القابض بإيده على اللجان؟ الاتحاد. زين، ما ينطيك نوع من الاستغراب أنه السيد منعم جابر قدم استقالته وشخصيات وأسماء مهمة في اتحاد كرة القدم تعمل في اللجان ما لهم علاقة بالموضوع؟ مرات يعني هي اللجان يعني أكثر اللجان هسه هي وين هاللجان؟ أسماء شخوص عدد اللجنة الفلانية بها عدد هذا شنو قدمته؟ ما هي كل ما هنالك اللجان أغلبها ترفع توصية، التوصية تقر أثناء الاجتماع الاتحاد، وبالتالي هاي القرارات إذا كانت مع ميول وتوجهات ورغبات الاتحاد يتم الموافقة عليها، لا هي عكسها يتم رفضها ويرجع هذا وتنتهي القضية. طيب، فالاستقلالية في عمل اللجان غير موجود في لجان الاتحاد. حلو، الاستقلالية غير موجود في لجان الاتحاد. عندنا متابعة أخرى للأخ أمير المالكي رئيس رابطة مشجعي نادي الزوراء بنفس الصدد على اللجان، واليوم لجنة الانضباط قررت حرمانه إلى نهاية الموسم. كانت عنده مناشدة من خلال برنامج حديث الملاعب، خلينا نتابع. العقوبة واجبة، لازم أتعاقب على الفعل اللي أنا سويته اللي أقدمته، بس الفعل لازم. ليش إجت سويت أنا هذا الشيء؟ ليش؟ أنا طبعا تحية احترام للكابتن حمادي أحمد، أنا مخطوف وأنا 3 أشهر يم بسوريا يم جيش الحر، ولا وجوز أطيل عليك، بس الرجل داين أخوتي 50 ورقة، رجعت له الفلوس ونزلت المقطع الفيديو، لأن صارت لي إساءة من حمادي أحمد أشر لي بالملعب، صارت لي إساءة من أحد قسم من جماهير الجوية بالملعب، صارت هوسة حمادي مطشر فلوسه. هسه صارت هاي أنت عداءك مو يطلع اتجاهك ويا أمير، لو ويا نادي الزوراء، لو ويا إدارة الزوراء، لو الكادر للاعبين، صرت ويا أمام أمير المالكي. زين، أنت من تقول لي شنو أنا يكون موقفي قدام جماهيري، قدام نادي، قدام إدارتي، قدام لاعبيني، يكون موقفي ضعيف؟ مو العالم إلها الظاهر يقول لك هذا إيه ما أخذ الإساءة. شنو كانت بالضبط الإساءة؟ من قولة الجوية أنا أخذت العلم ما نادي الزوراء رفرفت بي وصاح علي قسم من جمهور نادي الزوراء اللي جالس جنب المقصورة الرئيسية، قالوا أمير اسمع الهتاف، أمير قل لنا حمادي ايش قد منطيك. زين، أنا عاقبتني والله قابل بالعقوبة، لا تعاقبني، لا تقول لي نهاية الموسم، أنا ما أطلب لك ملعب بعد، بس المقابل غير لازم، والمقاطع الفيديو موجودة كذلك. هي شنو؟ أنا الكمال بس لله سبحانه وتعالى والأئمة والأنبياء، أنا ما معصوم، سويت هذا الشيء، بس إذا حكمتم بين الناس فحكموا بالعدل. زين، مباراة الكرخ الكابتن مساعد الفريق علي جبار قال ندوسهم بالأشر، جاسم غلام اللعبة كلها يأشرنا على تكرمون المداس مالته. وأنا أريد أسألك بخصوص العقوبة، العقوبة أنت حالك من حال كابتن إبراهيم بايش على وفق نفس المادة من لوائح الانضباط. زين، ليش أنا نهاية الموسم وإبراهيم بايش لعبتين؟ صح لو لا؟ أنا صعدت نزلت، أنا مشجع، ها، بس الانضباط يجي من الملعب من المستطيل،
لا انا عاقبني اللعبتين وابراهيم بايش تعاقبه 6 لعبات. الاشاره مو لكل جمهور نادي القوه الجويه، لا، للفئه اللي هتفت على امير المالكي، للفئه اللي هتفت على امير المالكي هاي الحركه. صح هاي الحركه غلط، بس اقول حسبي الله ونعم الوكيل. انا قلت لك خطأت، بس خطأت من وراء سبب. انا وشوفوا الفيديو وارجو منك انت بالذات ماهر حسان ان تنقل الفيديو بصوره صحيحه. انا ارفرف بالعلم، ارفرف بالعلم، والهتاف اجاني منك، وارجع واقول انا غلطان وارجو المعذره، بس هذا الشيء اللي سويته للناس اللي هتفوا علي. يعني انا اتفاجئ بصراحه، لاعب ومشجع على نفس يعني اللائحه، ما اعرف قرار واحد يتعاقب ابراهيم بايش والمشجع امير المالكي. زين شلون يصير المشجع واللاعب على نفس النقطه يتعاقب عليها؟ هذه تساؤل امام لجنه الانضباط. بس انا اقول الله يكون بعونها لجنه الانضباط، يمكن انضغطت شويه من الجماهير ومواقع التواصل الاجتماعي، لان بعد مباراه الكلاسيكو يعني صار اكو ضغط كلش كبير حول هذا الموضوع، وبالتالي اتخذوا قرارات بغياب رئيس لجنة الانضباط السيد عبد الحسين الدراجي، اللي على حد علمي انه هو القانون الوحيد اللي موجود داخل لجنة الانضباط. للأمانة احنا ننقل على الحياد بما انه امير وجهنا هذا الفيديو والإساءة اللي صارت من قبل جمهور الجوية على أمير، فإحنا نعرض هذا الفيديو. للأمانة إحنا نقف على مسافة واحدة من الجميع، وإذا عدهم رد إدارة القوى الجوية أو رابطة القوى الجوية حياهم الله. نتابع ونعود. الأخ ضياء سمير رئيس رابطة القوى الجوية، المفروض رئيس الرابطة يكون قدوة لجماهيره، هذا التصرف محسوب عليك، لأن لو صايرة مشكلة كبيرة بعد انتهاء المباراة الله يبعدنا عن المشاكل. لازم تكون قدوة تهدي جماهيرك، مو تثير الجماهير على الجماهير الأخرى للطرف المقابل. دائما احنا ما نريد نعلف على المدرجات. استاذ يوسف رأيك بهذه الأمور؟ يعني بداية أنا ندعو كل جمهورنا الغالي الحبيب العزيز على قلوبنا أن يبتعدون عن مثل هذه الأمور. يا أخوان، هو أنتم كلكم جمهور واحد، وهاي الكلمات والأهازيج والهتافات أولا ما تتناسب وي صح ويانا، ولا وي الأعراف ولا وي التقاليدنا اللي احنا متربين عليها وانتم متربين عليها. كلكم ناس اصلاء، ناس محترمين، بيناتكم تعاون بين الاطراف. بس هذه المباراه سمعت كلام اني صحيح هو سيء الصيت، هو احنا اللي نريده ان تنتهي، ما نريد العدوانيه، ما نريد البغض بين فرقنا. لنصير مثل بقيه الدول منطقت عليها النادويه ونسوا المنتخب الوطني، وبالتالي تأثرت المغرب، تراجع سابقا صح مصر والجزائر، كل هاي من طغيان النادوية ووصول الجمهور إلى أن يحب النادي أكثر من المنتخب. بعدنا في يعني في البداية، لازم هاي الأمور ننهيها. أكو قضية تحدث بها الأخ أمير المالكي، هو اعترافه بالخطأ، قال أنا طبقها صح، وهذه من شيمة الرجال، يعني بذرة طيبة، وهو اعترف بالخطأ، والاعتراف بالخطأ فضيلة، وهو طالب بالإنصاف. توجد يعني قضية ثانية، أما التعاون يعني بين الأخوان بين حمادي ومطل أمير، هاي علاقات
يعني اجتماعية قوية لازم صح. ما تنعكس للمدرجات. هاي نبل من حمادي بالبداية عندما يساعد صحيح. الأخ أمير وأخوان أمير عادوا فلوس، مثل هاي الأمور لازم تزيد من العلاقة طبعا تقوي الأواصر صحيح. مصر على المدرجات وبالتالي على جميع الأندية جماهيرنا ابتعدوا أخوان على هاي. هاي بداية إلى مشاكل كثيرة عديدة راح تحدث، وكلها ترجع وين؟ ترجع إلى ضعف لجنة الانضباط، سكوت اتحاد كرة القدم، عدم القدرة على مجابهة الأندية صاحبة السطوة والقوة الجماهيرية والشعبية والإعلامية. وصلنا إلى هاي المرحلة، بس مثل هاي البرامج، مثل هاي التوجيهات، مثل هاي يعني التطلعات يمكن أن نكبح جماح الشغب اللي ما وصلنا إلى درجة عالية في المدرجات. وأنا بالنسبة لي دائما يعني في كل الأمور سواء في البرامج المحلية أو حتى في البرامج العربية أقول جمهورنا رقم واحد فعلا، جمهورنا واعي مثقف ومحترم ومحب وعاشق، وش نقدم له؟ قليل الحق. فعلا جمهورنا واعي ومثقف، ولدنا ولد عوائل تربيتهم تربية صحيحة، نتمنى أنه ما نشاهد الإساءات على المدرج. يا أخوان والله مباراة كرة القدم هي ونسة ومتعة، أجي أستمتع وأتونس وبعدها 90 دقيقة كل واحد يروح البيته. إحنا نشاهد، كل العالم تشاهد المباريات العالمية من على شاشات التلفاز، ما شاهدنا إساءة، ما شاهدنا ردة فعل، ردات الفعل حتى تكون بطريقة حضارية. لذا احنا نتمنى انه يعني كثير احنا من الايام اللي مضت طرحنا انه لازم نبتعد عن العنف، نبتعد عن الشغب، نكون ايد بايد ونعكس الوجه الحضاري للرياضه العراقيه من خلال على المدرجات. نروح شويه من كم المشاكل الكبير بالرياضه العراقيه اليوم، بصراحه نتنفس شويه لان استاذنا الكبير علي رياح قدم لنا ماده دسمة، مادة ممتعة حلوة، عادتنا إلى ذكريات الزمن الجميل، ذكريات الإنجاز والدستور. أنا سميت هذا الكتاب ذكرى وذاكرة، دستور رياضي وقاعدة ينطلق من عدها الإعلامي الشاب والصحفي الشاب، خلي يتعلم من الأساتذة الكبار لأن هذه دروس مجانية تقدم. نتمنى طولة العمر إلى أستاذنا الكبير مؤيد البدري، وأيضا نتمنى طولة العمر إلى الأستاذ علي رياح اللي دائما يتحفنا بكتبه الرائعة والمهمة للرياضة العراقية. نتابع ونعود. هي محاولة ل يعني جمع الشمل الإعلاميين والرياضيين وأسرة اتحاد كرة القدم على حب مؤيد البدري اللي هو قاسم مشترك لمحبتنا ولإرثنا ولتاريخنا الرياضي وكونه أستاذ الجميع. لهذا يعني مؤيد البدري يجمع الجميع وعلى حبه اجتمعنا اليوم، وأنا حاولت محاولة ربما تكون ضئيلة أو صغيرة لأن أوفي بجانب من يعني حبي ودين الأستاذ مؤيد البدري علي بهذا الكتاب. الكتاب هو يعني محاولة استذكار للكثير من المواقف، الحوارات، المسائل النقدية اللي مرت، التحليلات وحتى حالات النقد اللي مرنا بها خلال فترة طويلة من عملي مع الأستاذ مؤيد البدري ومن خلال معرفتي به. تحية للأستاذ البدري وإلى طولة العمر، ولكم ولقناتكم كل التحية. يعني بالتأكيد اليوم جمعة جميلة في مقر اتحاد كرة القدم للصحفيين والإعلاميين بأقل من دقيقة. اليوم التواجد نخبوي نفرح به شوية، نتنفس عن كم المشاكل اللي موجود في الرياضة العراقية. يعني أبدع الزميل المميز علي رياح وتوهج بالإبداع وتذكر الكبار، هي لمسة وفاء للكبار ممثلة بمؤيد البدري. هذا الشخصية الرياضية والقامة الإعلامية الإدارية العربية والمحلية والقارية
الذي استطاع من غرس مفاهيم ومبادئ والروح الرياضية لدى الشعب العراقي، وما زلنا نتذكر بفخر الثلاثة الرياضة في الأسبوع. في الأسبوع كل احنا نطمح ان نكون الثلاثاء الرياضة في أسبوع. الأستاذ يوسف فعل شكرا لتواجدك ويانا في برنامج حديث الملاعب، أتمنى لك الموفقية إن شاء الله في مسيرتك الصحفية. أسرة حديث الملاعب أيضا تتمنى الشفاء لنجم منتخبنا الوطني العراقي ونجم النوارس الكابتن صفاء هادي، اللي الآن راح يدخل أو دخل الآن إلى قاعة أو صالة العمليات من أجل يعني تداخل جراحي. نتمنى له الشفاء وعمل عملية للزائدة الدودية، نتمنى له الموفقية إن شاء الله. وشباب إذا أكو وقت أخذون تقرير عباس القرغلي ليتحدث عن جيفوفا والتعاقدات مع الشركات العالمية. وتقبلوا تحياتي أنا عمر رياض وتحيات كادر العمل، إلى اللقاء. لو عدنا بالزمن إلى سبعينيات القرن الماضي لشاهدنا منتخبنا الوطني بزي يحمل علامة تجارية معروفة، فمثلا ارتدى اللاعبون في عام 76 في كأس الخليج وكأس آسيا زيا من علامة أديداس، وفي نهاية العقد ذاته زيا من علامة بوما. أما في الثمانينيات فنجد أن العراق عاد لارتداء ماركة أديداس في أولمبياد موسكو 80 ولوس أنجلوس 84 وسيول 88، والجميع يعرف الحال في التسعينيات. أما في الوقت الحاضر فحدث ولا حرج، علامات تجارية ربما يكون الاتحاد العراقي هو الوحيد الذي يتعاقد معها في وقت تتعاقد فيه دول المنطقة مع علامات تجارية عالمية. الاتحاد العراقي وقع عقدا بالخفاء مع شركة جيفوفا ولمدة عام واحد. أكثر من علامة استفهام تدور في ذهننا، لماذا لم يتم إبلاغ الإعلام عن توقيع العقد؟ وأين هو دور لجنة التسويق في اتحاد كرة القدم؟ وأين هو الرجل الخفي الذي يقودها؟ لماذا لم نشاهد نموذجا لقميص المنتخب العراقي؟ وما السبب في التعاقد مع شركات أو مدربين أجانب دائما ما يكونون من الصف الثاني أو الثالث؟ والنقاش سيكون في حديث الملاعب.